معنا الآن من موسكو مراسلنا سعد خلف. سعد، سأبدأ معك بالتصريحات الأخيرة فيما يتعلق بالوضع في سوليدار، ثم هل بدأت القوات الروسية بعد تعيين رئيس الأركان قائدا للعمليات العسكرية في أوكرانيا مرحلة جديدة باستهداف مناطق بكثافة كما يتحدث الأوكرانيين عن ما يحدث الآن في باخموت؟ مساء الخير سهام. يعني نبدا بالجزء الاول من سؤالك فيما يتعلق بمدينه او ببلده سوليدار. حتى الان رسميا لم تؤكد وزاره الدفاع السيطره الكامله للقوات الروسيه على هذه البلده، على الرغم من ان يفجيني بريغوجين رئيس شركه فاغنر الشركه العسكريه الخاصه التي تخوض قواته تحديدا هذه المعارك في سوليدار على مدى الفتره الاخيره، عاد مجددا مساء امس للتاكيد على ان قواته تسيطر بالكامل على هذه البلده. ما اعلنته وزاره الدفاع في تقاريرها الرسميه كان امس بان عمليات انزال لقوات المظلات الروسيه في شمال وجنوب هذه البلده انزلت بالفعل هناك، وانها تخوض معارك وتواصل القتال داخل هذه البلده لتطهيرها او لعمليات التطهير والتمشيط الاخيره بها، لكن رسميا لم تعلن حتى الان عن سقوط سوليدار في يد القوات الروسيه. ما اعلنته القوات الروسيه او تحديدا مركز العمليات المشتركه بين مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك صباح اليوم في تقريرها العسكري اليومي ان مدينه مارينكا، وهي مدينه اخرى من المدن الهامه في مقاطعه دونيتسك التي تقع على مشارف دونيتسك، سقطت بيد القوات الروسيه بالكامل، وهذه المدينه كان يستغلها الجيش الاوكراني حسب التصريحات الروسيه لقصف بعض الاحياء في مدينه دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا وتحديدا حي بيتروفسكي الواقع في دونيتسك. هذا فيما يتعلق بالتطورات الميدانيه وحسب واخر التقارير التي اتت بشانها. اما فيما يتعلق بتعيين فاليري جراسيموف رئيس هيئه الاركان قائدا جديدا للعمليه العسكريه، هذا الامر له عده اشارات، تحليلات عسكريه مختلفه بدات تظهر الان. بالطبع هناك يبدو تغير في وضعيه العمليه العسكريه، هي لم تعد كما وصفت سابقا بعمليه عسكريه خاصه، لانها الان تحت قياده أعلى قيادة عسكرية عملية في الجيش الروسي، وهو رئيس هيئة الأركان الذي تخضع له كل أفرع القوات المسلحة الروسية، القوات بأنواعها الجوية البحرية البرية. من الملفت أيضا أنه عين له ثلاثة نواب، النائب الأول بالطبع هو سوروفيكين الذي كان قائدا سابقا لهذه العملية العسكرية وهو قائد القوات الجوية وقوات الفضاء الروسية، لكن عين له نائبان آخران هما من القوات البرية تحديدا، ما يعني أن هناك تغير في طابع العمليات البرية يبدو ستقدم عليه القوات الروسية في الفترة القادمة. ويبدو من واقع هذه التغييرات العسكرية وهذه التعيينات أن هناك تحويل لهذه العملية العسكرية الخاصة إلى حرب دولة، أي أنها ستكون الحرب الرئيسية للدولة الروسية خلال الفترة القادمة. هناك مساعي من روسيا بالطبع خلال الفترة القادمة للسيطرة التامة على منطقة الدنباس، لأنها أعلنت في البداية كهدف رئيس لهذه العملية العسكرية. هناك مصاعب شديدة تواجهها القوات، هناك صعوبات حتى في السيطرة على بلدات صغيرة مثل سوليدار مثلا التي تواجه القوات الروسية. يبدو أن هناك مساعي حثيثة من جانب القوات الروسية لفرض السيطرة على هذه المنطقة. نعم. بالتوازي أيضا مع إعلان الجانب الغربي، نعم، مع إعلان الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا عن تزويد الجانب الأوكراني بدبابات خفيفة، ما سيغير من سير المعارك وفقا للتخوفات الروسية التي نلمسها هنا. سهام سعد خلف من موسكو، شكرا جزيلا لك.